شو قلتي وليه؟ عم قول يعني المساء انه اذا بدك ها لا تتاخر علينا، يعني مشان نقعد مع بعض نتساير نضب كلياتنا على بعض بيتنا بس هيك. ايوه ابن عمي، شو نطبخ لك اليوم؟ فتت روس. شو؟ فتت روس. ايه ايه فتت روس، ذكرت عرفت عليك كان فتت روس. وشو سهله؟ يلا السلام عليكم. الله معك تقبرني. الله معك الله معك. يلا حبيبتي حركي لي حالك، يلا انت شهله وحركي وما في منك. قلتي لي سهله، روحي انت فرجيني شطارتك حبيبتي. انا مو خرج، انت ساعتك صغيره وصبيه وبتاخذي العقل. يلا يلا. انا امبارح طبخت ولا لا؟ اليوم دورت مع المطبخ. اول واحد ضربته كفين صار يولول ويصرخ، الثاني خلعت له نيعه ومصعت له رقبته وما عاد يعرف حاله باي دنيا. في اثنين تانيين مسكتن من روسهم اثنين وخطبطن بعضها قاموا دخلوا ما عادوا يعرفوا وين طريق البيت. لك هان يا هيك الزلم يا بلا. ايه والله يا هيك الرجال يا بلا، لك الله محيي البطن اللي حملك. طول بالك سعيد، طول بالك، خلي القبضاي يكفي السيرة، كفي قبضاي كفي. شو صار بالباقي؟ الباقي؟ ايه بقية الرجال هربوا لما شافوا غيرهم تورم اختفوا ما عاد شفتوا. بسيطة يا قضاي، المهم علمت عليهم مشان يبطلونا هالزارنة. حاجة صار حاجة، كلامك ما بنكال لا بميزان ولا ببان، هدي على الناس شوي شباك. وطي صوتك وخراس ولا ما بيكفي، عم باخدك معي على طول وعم تاكل على كل درس لون. ايه بس مو على حسابك، على حساب الناس المسكين اللي عم تضحك عليهم. برا يا جماعة كنت في البرية. شوي كنت راح صدق الحكي اللي عم تحكيه بشرفي. يا سيدي هلا عصير خناقه بالحاره وشوف شو راح اعمل. شو راح تعمل يعني؟ ومن خليتي ولا؟ ايه رايح رايح. عجيب بقى انتوا عم تحكوا عن هيثم. لك مين هيثم؟ نسي هذا الاسم، نسي لك هذا ابو رعد. ابو رعد على سنه رمح ما حدا بيعرفه بالحارات غير ابو رعد. شو عم تحكي؟ ابو رعد؟ ايه انا اللي بعرفه، ما له بالخنايا ولا له بالمشاكل. لك الله وكيلك يا امي، احنا هون بالبيت كل يوم مرجفنا لك، بتسمعي صوته لاخر الحاره هو عم يتخانق ويتقاتل مع العالم. لا لا ماني مصدقه، انا ماني مصدقه. لك صدقي اما صدقي، ليش ما عم تصدقي؟ يعني ليش ما عم تصدق امك؟ ليش ما عم تصدقي؟ لك هذا ابو رعد صار مشخط ومنطف كل الحارات اللي حوالينا، شو عم تحكي يا؟ لا لا مو معقول. سألي أخوة. ايه صحيح، سألي أخي جندل. أخي جندل بيكزي؟ لا أخوكي جندل ما بيكزي. ايه سألي جيبوه، سألوه لشوف قدامي. ايه هلا بنبعت وراه. شو يعني هلا بنبعت وراه لجندل؟ ايه بعتوا وراه على هيثم. قولي على قامتي ما يسمع هالسمعة. قولي عليكم. ايه اختي. هي لابن عمي كول تقبرني كول مطرح ما يسري يمري. ايش سمعت يا ستين تقبر قلبي. تفضل ابن عمي. أي من إيدي؟ نقعة بحكم. إن شاء الله صحة وهنا. آخر وحدة. شو آخر وحدة؟ أنا بدي طعمي كمان. تحت ما كرمالي. الله يوفقك. جندل. إيه. فوت 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 على كلك حزتا. تعال أخي. عمي معلش حطي حيل. قول جندل قول. صار الدي بيقرب منا شوي شوي ويفتل حوالينا يمين وشمال. مو هيك جندل؟ مين انا دي؟ ما طلعت فيه هيك كشرت بخلقته وزورته للدين. صار يقرب مني شوي شوي. مزبوط جندل؟ رحت ماسكه من رقبته ومنفت له يا عصر قطبه على راسه وعلى ظهره وعلى بطنه. تذكر كيف كان يصرخ جندال؟ يصرخ يصرخ يصرخ. بعدين تركته انا. يا لطيف يا لطيف على هالحكي، ديب بحاله؟ ابدا ديب. بعدين كان حاسس على جندال انه خايف. انا خايف؟ اي ديابي بتحس لك. مظبوط جندال؟ كمل كمل. بعدين كيف خلصتوا منه؟ خلص منه بعد ما طراته هذيك القتلة هرب. ايه شو لك؟
أنا يا جماعة الخير طلبوني فزعة على ضيعة اسمها حوش الفارة. رحت على حوش الفارة، سلام عليكم. وعليكم السلام، خير؟ قال والله في عنا حناش بالضيعة، مرعبنا على الآخر، ما عم نشوف كوابيس منه. قلوا تعالوا دلوني وينه هذا الحناش. رحت وعن شو حناش هيك هالتخن. هذا أصلا مو حناش. لك حناش أنا اللي بعرفه. حناش حناش بحاله. حناش رحت طلعت فيه وصرت هيك اتعرش فيه، أموقف هيك بخليتي هيك، فتحت أمه هيك وسكرت أمه هيك وصار يبخم. قمت أنا يعني ما قبضته، صار يبخ السم، حطه بكفوف إيدي وامسح وجهي ويبخ وأنا أغسل وجهي بالسم. قام فجأة الحناش صار بده يزيد الطين بلة، قمت مسكته من راسه. عرفت شلون؟ قام جند الهرب. يا باطل يا باطل. لما جند الهرب أنا هاد شو؟ صار بده يحاول يلف ما قدر، بس وين؟ صار راسه بإيدي ودنبه بالشام. الله أكبر. عن جندل هنيك وسائق وناديت لجندل. لك يا جندل يا جندل. سكوا عن دنبه. مسكته. روحي يا جندل. وصرنا نلعب فيه. الله حير جرعة. حتى صار الإعصار، تتذكروا الإعصار؟ ليك يا أختي أنا داخلي منه لسه داير بالحارة وعم يحكي شي صار وشي ما صار. اكتبات ليش كل قد مقهور منه انت؟ شو صاير لك؟ لتكون غيرالك جندل؟ انا بدي غار من هاد. لتكون صدقت انه براحت بيوم وليله صار اكثر من شبناك. ايه صدقت ونص. اذا كل اهل الحاره مصدقين وبيقولوا عنه احسن رجال بهي الحاره، ان شاء الله بيطلع على قبري. لك صفية شو صار معك؟ يلا ايه تقبريني، استوت اللحمة ونقعت الرز وقطعت الباذنجان والبطاطا وكله جاهز. ايه الله يرضى عليكي. حاكم اذا اجا يطلع على قبري الهي ولقى الاكل مجاهز، اه والله بيفضحنا. تعي تعي لنك. هي يبعت لي حمى على هالنسوي، يبعت لي حمى ان شاء الله. ان شاء الله بتقبرني، حمي حالك ونطلع عند اللبان، جيب نصة اللبان بسرعة بسرعة. انا بدي اروح اجيب لبان. ليه ما قلت له لجوزك؟ ليش ما قلت له يعني؟ اه قولي على انت على السبعة بدك يعني قول له. لا ما بسترجي تطلع على قبري، ما بسترجي طلقني. روح يلا يلا. اختي انا صار ابو رعد كل شيء، ولا شيء. لك مثل ما عملكم لا تشوفوا هيك قد البغل، بس هو فافوش معبى بالباسه، يعني كف ما بيلقى، بس هو سلب عليكم على اهل الحاره. شو والله مبين عليه. انا بسمع عن ابو رعد انه زلمه مقلب نوم. اذا غبي على اصوله. بس شو انت عم اقول لك فافوش ما بيلقى كف شباب. واذا اكلنا قتله وانا رح اجيب لكم اياها لحد. شو رايك؟ اركع على امك. قوموا هلا قوموا يلا قبل ما نجي. يلا قوموا يلا. والله بدنا ناكل قبلها يا ابو رعد، حشكونا بك. تحت امك تقبرني ان شاء الله صحه وهنا. هي ابن عمي يا على عمتي. بسم الله بسم الله عليك. انا قومي قومي انا جيبي مي. تخبرني سلامتك. رح افتح الباب بس انا. صحة صحة ابن عمي تفضل. يلا يا راسي. السلام عليكم. وعليكم السلام. عود كلك لقمة جندل عود. قبل الأكل في شيء مهم. شو هو؟ الموضوع بخصك يا أخي. بخصني أنا؟ ها؟ بخصك أنت. خير شو في؟ في اثنين جعران برا عم يسألوا عنك. شو بدون؟ لا ما في شيء. بس قالوا بدون يكسروا راسك تكسير. بدون ينتفوا شواربك شعرة شعرة. كلك زيتوني. إني الحكي ولا؟
قتلي قتلي اختي وشي وشي قتلي حمي الله يكسر ايديهم يا رب كانوا كانوا كتار انكتروا عليه مو كتار 75 واحد لا اختي لا احنا اثنين واحد قتلوا والثاني بلاش يتفرج على الايتم وعم ياكل قتله واللي اخذوني غدر كم واحد 75 هيتم اي سم بعينك ولك ابو رعد ابو رعد ابو رعد لك شلون بياخذوا غدر وين اسلحتك انت صدرون صدرون الكركون صدرون ليه للكركون تري ايه لو ما كركون كان راح فيا قصدي يعني هو اعطاه الناس على الكركون تعال هيثم تعال هيثم بعينك ابو رعد ولا مشان ما تبرد مشان ما تبرد ابو رعد تعال تعال عود بيس البيت نفسه يا اخي وين طايته احلى هيثم والله تعال هدي روح 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 ها يا هيك الرجال يا بنا ايه والله